متابعي الاوفياء، مرحبا بكم في قناه انا جيت. جينا هنايا من بعد ما صورت لكم مع اليك، وصلت لكم هنايا للنقطه مع فريق ديال جي تي ار. اوتشار ديال جي تي ار هو محطوط، ومعنا هنايا ترونسبور، معنا ليكيب اللبانات الخضرين. ديما نشوفوا اللبانات الخضرين، ليكيب ديال سوطريين، تحيه للشيفر ديال سوطريين كاملين. وهاد هادو هما اللي كانوا جابوا الشينوا، شوم اللي كانوا جابوا الشينوا في الطريق ديال السلا الجديده لوطوروت، هما هادو اللي كانوا حاط الدروم. ومعنا السوطريين دائما حاضرين. غادي نهزو عاود الريح وغادي نمشي وندخلوا عند ليكيب ديال جي تي ار، نشوفهم اشنو كيديروا واحد واحد. ما تنساوش تشاركوا معنا في قناه انا جيت، ولله يخطيكم وبارك الله فيكم على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنايا في هذا الاسبوع في ظرف 4 ايام بداو نهار الجمعه، ياك الجمعه بداو في الرابوطاج، الجمعه والسبت والحد، والحد ما خدموش الاثنين والثلاث، هي 6 ايام. قلت نقولوا حنا تقريبا 4 ايام ولا 5 ايام رابوطاو وضربوا ليكستونسيون من اليوم من هنايا. بالمقارنه مع اخر فيديو كانوا عند الرومب الاولى اللي من الفوق وهما غيساليو هاد المده الوجيزه. هادشي اللي كتشوفوا فيه على الجنابات راه كلشي غادي يتقاد، هادوك الحدائق والملاعب ديال القرب ديال الاطفال هنايا في مطراسين على حساب الشرطة. البلاصة اللي كانت عقلتوا عليها اللي كنت وريت لكم فيها الرملة وكانوا رابطوها بالرملة، ها هما راه ضربوا لها البيطون ارمي. شو كي دايرة صافي دابا مزيانة صافي. جي تي ار الجهة اللي مخرى الجهة اللي من اللي ريكلاشا، وهاد الجهة هما خدامين فيها. ها هما هذا دي السيتيرنا ديال الماء فيما كتعطش شي كومباكتور كتجي تشرب ماتيريال شي هما البوردوره عندهم هنا في الوسط. خلاو 5 متر وكان 2 متر ونص وثلاثه، زادوا متر من اللي ومتر من هنايا، متر من اللي ومن هنايا، باش عطاتهم 5 متر. فريق تقني هما هنايا، هذا كيتسمى ديال اجتماع الورشه، فريقنا بيلوم من بين الاصدقاء ديالنا الله يسر لهم الامور. كانوا معنا في واحد المجموعه ديال البلايص، كانوا معنا في مدينه سلا، كانوا معنا في لاهورا، كانوا معنا في النفق في سلا. اذا هنايا في الاناره العموميه هابطين الرباطيين، إذا في الإنارة العمومية تلاقيت هنايا مع ليكيب ديال المقايضة ديال الدراري ديال سلا، وتلاقيت مع ليكيب ديال نابيلوم هادو وليدات التمارة، وتلاقيت مع ليكيب ديال لاماليف الناس ديال مراكش الله يسر لهم الأمور. فمني كتكون المنافسة وكتكون الضرة الحراقية كتنوض ديال الخدمة، وأهم حاجة هي سير سالي خدمتك وأجي تخدم، سالي لي الطرف وأجي. هنا يا خوتي فاش كنت جيت لكم أول مرة خليناهم يلاه خصو ينقص 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 أولدي ينقص، ردوا البال شتي
هاد البلاصه اخوتي ردوا معاها البال، ردوا معاها البال، لان مع خسرات كتكون فيها، كتكون فيها مضروبه ياك، وكتكون فيها الرمله، وهذيك الرمله كي كتكون مضروبه بالماء ياك، وملي كتكون انت جاي، ملي كتم غادي، ملي كتم غادي كتغرق لك الرويضه ياك، هاي غرقات الرويضه، كتغرق لك الرويضه، كتبير لي ليكيليبر، ولا كانت مثلا الرمله كتغرق لك الرويضه وكتبان لك تهزيتي في السماء. هادو ردوا معاهم البال، بالنسبه للناس اللي كيدخلوا بحال هكا في لي شونتير ردوا معاهم البال، الله يجازيكم بخير. هو راه مغلق، هو راه مغلق، كيدخلوا هنايا غير الناس اللي اوتوريزي واحد، والناس اللي عندهم، اللي عندهم لاسيغونس دو شونتي. بحال دابا انايا مسجل عند جي تي ار ومدوز معاهم ستاج ديال وكاع الاحتياطات ديال الامان، صافي فارضين علينا واحد لاسيرونس دو شونتي. هذيك لاسيرونس ديما خاصها تكون مع عندك، تكون مدرب، مدرب مستاجي. كاين شي حوايج ما كيتسجلوش، وكاين شي حوايج كيتسجلوا، كاين شي حوايج اللي هما واخا كيدوزوا بحال هكا كيتصلحوا. اذا ليكيب جي تي ار نجحات في المهمه ديالها، عليكم الشكر، عليكم الشكر. المستوى ديال، المستوى ديال، المستوى ديال الاشغال بمدينه اكادير مرتفع اخوتي. هنا ليكيب ديال الاناره العموميه كيركبوا في المصيفات، هما لي مصيف ديالهم. وهنايا كيبدا لنا في هذا الرونبوان فريق ديال موجازين، موجازين دس عندهم البارح القنطرة بداية العد العكسي، غادي يكون عندهم مشية ومن جهة. راه خليت حافظ هو اللي انا مشيت البارح، والحافظ اللي غيطلع لكم اليوم باش غيعطيكم تقرير ديال اليومي اللي غيكون ان شاء الله الرحمن الرحيم اليوم. صافي هما صابوا اليوم هاد الفريميجه، شوف هادي غادي صافي، هادي سدوها اليوم، شوف ضربوا اليوم من الفراش وسدوا عليه، شوف شوف لا صعب لهم، شوف ها هي هادي دابا ضربوا في، ضربوا هنايا اللي غيدخل دابا، اللي غيجي من ابيريز غيجي مع الجنب 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 الجنب، يخرج في حالته من هنايا وغيبقى غادي مع الطريق ديالو خط متصل تيخرج من الليل. وهادوك اللي كانوا كيهودوا من هنا وكيديروا البلبله ما بقاش، ما بقاتش، اذا حيدوهم غير بالفن. زادوا اليوم فريميجه وحده، واحد اللوط، السلام عليكم، حلت لهم مشكل كبير. اثر هاد المغاربه ديالنا راه خطر. هنايا ليكيب ديال موجازين كانت في المستوى ودوزات هاد المرحله، اذا مبقى لينا والو هنا في مدينه اكادير. جميع المشاريع الطرقيه الكبرى راه دوزتها معكم، والقناطر اللي كانت هنايا دوزتها معكم، وجميع التريمي والانفاق دوزتها معكم. هادي عاوتاني شتوها، هاهي عاوتاني هنا راه حاطين لكم هنايا ردوا البال، راه دايرين لكم واحد من الجنب واقف بحال هكدايا كيقول لك زعما راه تنتقل من جي بي بي للطابي، من الخط الصفر للخط الابيض. ديما ملي تشوفوا خط ابيض وخط صفر عرفوا كاينه تما كاينه واحد السبعه ديال السنتيم مشى بشويه.
كل شيء الدنيا شطبوها وقادوها الله يعطيكم الصحة. فطواش غيمشيو للديبو للجماعة. هاد الفطوات كتمشيو للجماعة وهاد الفطوات ديال هاد الجماعة كيتحسبو كتحسبهم الماليف حتى يديرو لها معاهم البوص وتحية التركاب وتحية باش كيحيدوهم كيديوهم للستوك شي قرية أخرى ولا شي بلاصة ولا المهم الجماعة كتعاود تصبغهم وتقادهم. شوف اشنو غدير بهم هي. هنايا قشطاب من الجناب والجناب اذا المتابعين الاوفياء خليتكم على خير وما كان غير الله الوطن الملك ونمشيت.